بسم الله. تمارين حول درس المثلثات المتقايسة لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 9. نعتبر A B C D متوازي الأضلاع، والجي منتصف الضلع سي دي. المستقيم أجي يقطع المستقيم بي سي في نقطتين ك. أصغر أرسم الشكل. بي صغر بين أن المثلثين أ دي جي و ك سي جي متقايسان. يلا أنقل هذا التمرين في دفترك ثم أنجزه. كالعادة أوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من إنجاز التمرين، وسنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا سأنتظرك. يلا يمكننا نبدأ الآن عملية التصحيح. نشوفوا التصحيح. لنرسم أولا الشكل. الشكل ديالنا هو هذا. إذن كما ترى عندنا A B C D متوازي الأضلاع، والجي منتصف D C. المستقيم A G يقطع المستقيم B C في نقطة ك. ثم رسمت المثلثين A D G و K C G بلونين مختلفين. سندرس هذين المثلثين وسنبين أنهما متقايسان. إذا لنبين أن المثلثين ADG و KCG متقايسان. يلا في رأيك ما هي الخطوة الموالية لكي نبين أن هذين المثلثين متقايسان؟ ماذا قلنا عن جي بالنسبة للقطعة دي سي؟ نعم، جي منتصف دي سي. إذن هناك ضلع في المثلث الأخضر الذي يقايس ضلعا آخر في المثلث الأزرق، أي ضلع دي جي يقايس ضلع جي سي. الآن انظر معي إلى الزاويتين أ جي دي و سي جي ك، أي هذه الزاوية وهذه الزاوية، كيف تراهما؟ وماذا يمكن أن نقول عنهما؟ نعم، هما زاويتان متقابلتان بالرأس، أليس كذلك؟ إذن هما متقايستان. إذن الآن وجدنا شرطين مهمين لتطبيق الخاصية. انظر معي، قلنا قبل قليل أن ضلع دي جي في المثلث الأخضر يقايس ضلع جي سي في المثلث الأزرق. ثم الآن الزاوية أ جي دي تقايس الزاوية ك سي جي. إذن بقينا الآن شرط واحد نثبت من خلاله أن هذين المثلثين متقايسان، ترى ما هو؟ يلا فكر في الأمر. إذا نضع لك هنا رمز التقايس، ها هو. إذا بقي الآن أن نثبت أن مثلا قياس الزاوية أ دي جي يساوي قياس الزاوية جي سي كا، هذه الزاوية وهذه الزاوية. إذا أثبتنا أن هذه الزاويتين متقايستين سنكون قد أنهينا هذا الإنجاز. في رأيك أي خاصية سنستعمل؟ نعم، سنستعمل الحالة الثالثة لتقايس مثلثين. إذا قايس أو دا قايست زاويتان في مثلث والضلع المحادي لهما
زاويتين في مثلث آخر والضلع المحاذي لهما، فإن هذين المثلثين متقايسان. يلا الآن كيف سنبرهن أن قياس الزاوية ADG يساوي قياس الزاوية GCK؟ كيف ترى المستقيمين AD و CK؟ كيف هما؟ فعلا هما مستقيمان متوازيان، المستقيم AD يوازي المستقيم CK، واضح؟ كيف؟ لماذا؟ لماذا المستقيم AD يوازي المستقيم CK؟ فعلا لأن الرباعي ABCD متوازي أضلاع، وبالتالي فإن حامل كل ضلعين متقابلين فيه كيف هما؟ نعم هما مستقيمان متوازيان، إذا المستقيم AD يوازي المستقيم BC، متفقين؟ وكما ترى النقطة K تنتمي إلى ماذا؟ نعم تنتمي إلى المستقيم BC، إذا المستقيم AD يوازي المستقيم CK، متفقين؟ انظر إلى المستقيم AK، فهو يقطع المستقيمين AD و CK، لا غادي ناخذ DC أفضل، انظر إلى المستقيم DC، يقطع AD و CK، إذا لاحظ معي عندنا مستقيمان متوازيان اللي هما AD و CK، و DC قاطع لهما، DC قاطع لهما. يلا ما اسم هذه الزاويتين ADC و DCK؟ لهما اسم خاص بالنسبة للمستقيمين المتوازيين AD و CK، والقاطع لهما DC. نعم تسميان زاويتان متبادلتان داخليان. وما دامت هذه الزاويتين مكونتان من متوازيين وقاطع لهما، فإن ماذا؟ فإنهما متقايستان. إذن الزاوية التي رأسها D هذه تقايس الزاوية التي رأسها C، لأنهما متبادلتان داخليًا ومكونتان من متوازيين وقاطع لهما. الخاصية شفناها في السنة الماضية، تقول لنا ما يلي: إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستان، متفقين؟ يلا نواصل. عندنا جي منتصف ديس، دوكا غادي نكتبو البرهان. بطبيعة الحال انت يمكن لك توقف الفيديو حتى تقوم بإنجاز البرهان، يعني البرهان احنا ناقشناه الآن، يمكن لك تقوم به ثم بعد ذلك تقارن الخطوات التي أنجزت مع الطريقة التي استعملت في صياغة البرهان، تقين حتى تكون الاستفادة بشكل أفضل. يلا نبدأ البرهان. عندنا جي منتصف سد، إذن المسافة دي جي تساوي المسافة سيكا، نبينها هكذا. إذن دي جي تساوي سيكا، ولدينا ا جي دي و سي جي كا زاويتان متقابلتان بالرأس جي، زاويتان متقابلتان بالرأس جي. نواصل. إذن هما متقايستان، نعود الشكل ديالنا من جديد. لاحظت الآن أنني وضعت رمز التقايس أي
قياس الزاوية AJD يساوي قياس الزاوية CJK. ثم عندنا ABCD متوازي الأضلاع، إذن المستقيم AD يوازي المستقيم BC، حاملا كل ضلعين متقابلين فيه متوازيين، ولدينا K تنتمي إلى المستقيم BC، إذن المستقيم AD يوازي CK. إذن عوض أن نقول المستقيم AD يوازي BC، قلنا المستقيم AD يوازي CK لأن K تنتمي إلى المستقيم BC، أو لأن B و C و K نقاط مستقيمية. وبما أن المستقيم DC قاطع لAD و CK، مستقيم DC قاطع لAD و CK، فإن قياس الزاوية ADC يساوي قياس الزاوية DCK، أي الزاوية ADC يساوي قياس الزاوية DCK. نعود نضعوا المستقيس، ها هو لأن هذه الزاويتين ADC و DCK زاويتين متبادلتين داخليا، وحيث أن طلع الصورة شوفها، وحيث أن النقطة جي تنتمي لمستقيم دي سي، فإن إذا عوض أن نقول الزاوية أ دي سي سأقول الزاوية أ دي جي. لا تنزل شوية الصورة تشوفها هذه هكذا، أ دي سي هي نفس الزاوية أ دي جي، لأن الجي كما قلنا تنتمي لقطعة دي سي. متفقين؟ وكذلك الزاوية دي سي كا، هي دي سي كا هي الزاوية جي سي كا. واضح؟ فإن أ دي جي تساوي جي سي كا، و وصل الشكل ديالنا مرة أخرى هو هذا. المثلثان ADG و KCG يحققان ما يلي، ونضعوا الشروط اللي حصلنا عليها أو اللي برهنا عليها. الشرط الأول اللي برهنا عليه قياس الزاوية AGD يساوي قياس الزاوية CGK، ثم توصلنا لأن قياس الزاوية ADG يساوي قياس الزاوية GCK، والمسافة DG تساوي المسافة CG. وحسب الحالة الثالثة لتقايس مثلثين فإنهما متقايسان، أقصد بذلك ADG وKCG. واضح؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفا مراكش. إلى اللقاء.